أبناء الطلبة وطالبات طلاب الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، بس هنتكلم عن قسم التاريخ أو جزء خاص في التاريخ. هنتكلم عن الوحدة بين أقاليم مصر. طيب، إحنا اتكلمنا في الدرس اللي فات إن الإنسان كان عايش فوق الهضاب ونزل من فوق الهضبة إلى الوادي واستقر جنب الوادي. طيب، لما بدأ الإنسان يستقر قلنا إن من أهم نتائج استقرار الإنسان في الوادي إنه تعلم الزراعة، بنى المساكن، ومع كثرة المساكن لما البيوت بدأت تكتر ظهرت القرى والمدن، واتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. طيب، يبقى إحنا هنقف هنبدأ بقى درسنا من أول جزئين. دلوقتي انا عندي ظهر عندي مساكن البيوت. جيت انا دلوقتي نزلت من على الهضبه بنيت لنفسي بيت على الوادي، جه واحد تاني راح باني لنفسه هو كمان بيت، واحد تاني راح باني لنفسه بيت كده. بقى عندي مجموعه من المنازل او المساكن، البيوت الكتير دي بقول عليها قرى. يبقى لما يجي يقول لي ما المقصود بالقرى، يعني ايه قريه؟ اقول له مجموعه من المساكن او البيوت. يبقى لما يجي يقول لي ما المقصود بالقرى، مجموعه من المساكن او البيوت. طب دلوقتي المكان ده بقى فيه قريه، والمكان ده بقى في قرية، والمكان ده بقى في قرية. طيب، لما القرية دي تتحد مع القرية دي، يعني يجتمعوا مع بعض، ويجتمعوا مع القرية دي، يبقى دلوقتي القرى دي اتجمعت مع بعض فكونت مدينة. كونت ايه؟ مدينة. يبقى أنا عندي دلوقتي لما يجي يقول لي ما المقصود بالقرى، يعني ايه قرية؟ أقول له مجموعة من البيوت والمساكن. طيب، ما المقصود بالمدن؟ مجموعة من الايه؟ القرى أو اتحاد القرى، القرى دي اتحدت مع بعض أو اتجمعت مع بعض فكونت ايه؟ مدينة. خلاص؟ بدأت مصر تتعمر، بدأت الناس تبني المساكن، فبدأت المساكن دي تتحول إلى قرى والقرى إلى مدن. قال بعد كده ظهرت كلمة جديدة وهي كلمة إقليم. ظهرت بعد كده كلمة إقليم، ويجي يسألني يقول لي ما المقصود بالاقليم؟ يعني ايه اقليم؟ اسال نفسي السؤال الاول، هو الاقليم ده ظهر امتى؟ ظهر لما ظهرت القرى والايه؟ والمدن. يبقى معنى كلمه اقليم اقول له هو اتحاد القرى والمدن. لما القرى والمدن اجتمعوا مع بعض كونوا حاجه اسمها ايه؟ اقليم. فانقسمت مصر إلى مجموعة من الأقاليم، بدأت مصر تبقى أقاليم كتير جدا. الأول أنها لما كانت مصر قرى كانت كل قرية بيبقى ليها معبود. يعني إيه معبود؟ بيختاروا حاجة يعبدوها. في ناس كانت بتعبد النيل، في ناس كانت بتعبد الشمس، في ناس كانت بتعبد الطيور أو الحيوانات، فكل واحد اختار لنفسه معبود، حاجة يعبدها. الكلام ده لما كان فيه قرى وإيه؟ ومدن. لغاية ما القرى والمدن دي اجتمعت مع بعض وتكون إقليم. قال لي الإقليم ده بقى كل إقليم من الأقاليم ليه جيش، حاكم، شخص يحكم، شعار. شعار يعني رمز. طيب، معبود، عاصمة. ايه العاصمة دي؟ قال لي دلوقتي مش احنا اتفقنا
ان الاقليم عباره عن قرى ومدن، مدن كتير كمان، يعني معنى كده ان الحاكم هيبقى قاعد في مدينه واحده من المدن دي كلها، فالمدينه دي بقول عليها الايه؟ العاصمه، المكان المقر اللي بيقعد فيه ايه؟ الحاكم. يبقى مصر كده عرفنا ان هي بدات تتطور بالبناء لغايه ما وصلت الى كلمه اقليم اللي هو القرى والمدن مع بعض، وكل اقليم كان ليه معهود، جيش، حاكم، شعار، عاصمه. طب نقف بقى هنا كده لغايه هنا، وتعالوا بصوا معايا بقى في الباوربوينت اللي احنا شغالين عليها. قال لي بص، الشعب المصري او المصريين اول شعب في العالم عرف الوحده، يعني قدروا ان هم يتحدوا مع بعض ويتجمعوا مع بعض. طيب بص بقى، بدات الوحده في مصر بنشأة القرى والمدن زي ما احنا شايفين، اول حاجه ظهرت عند القرى والايه؟ والمدن. بعد كده تحولت القرى والمدن دي لما اجتمعت مع بعض كونت اقاليم، بقى عند اقليم، وعرفنا ان كل اقليم كان ليه معبود، جيش، عاصمه، حاكم، شعار، خلاص؟ بعد كده تكونت الممالك. يعني ايه مملكه؟ مجموعه من الاقاليم، الاقاليم دي بقى اتحدت مع بعض فكونت مملكه. بعد كده هتحصل الوحده الاولى سنه 4242 والوحده الثانيه سنه 3200 قبل الميلاد. طب تعالى نشوف الجزئيه اللي كنا بنتكلم عنها. بص بيقول ايه؟ بيقول ان كل قريه وكل مدينه زمان كان ليها معبود، وكانوا بيختاروا المعبود بتاعتهم من قوة الطبيعة، يعني من الأشياء الطبيعية اللي موجودة حواليهم. قلنا زي إيه؟ طائر من الطيور مثلاً، الشمس، النيل. فضل الموضوع كده لغاية ما اجتمعت القرى والمدن، بدأوا يجتمعوا مع بعض وكونوا إقليم، واتفقنا إن الإقليم ليه معبود، جيش، حاكم، عاصمة، شعار. خلاص؟ إن كل إقليم كان ليه معبود، جيش، حاكم، عاصمه، شعب. واتفقنا ان الاقاليم دي اجتمعت مع بعض وكونت، برافو عليكم، الممالك. فبقى مصر فيها مملكتين. اول حاجه لما اجتمعت الاقاليم مع بعض كونت الايه؟ الممالك. طيب بعد كده ظهرت عندي مملكتين. ايه هما المملكتين دول؟ مملكه الشمال، ودي من اسمها موجوده فوق في الوجه البحري، ماشي، ومملكه الايه؟ الجنوب، ودي من اسمها موجوده تحت في الوجه الابن. يبقى انا عندي مملكتين، مملكه الشمال ومملكه الايه؟ الجنوب. يعني البلد كده مصر كلها اتقسمت جزئين، جزء في الشمال اسمه مملكه الشمال، وجزء في الجنوب اسمه مملكه الجنوب. طب تعالى نشوف مملكة الشمال ومملكة الايه؟ الجنوب. أولا مملكة الشمال، وكانت عاصمتها مدينة بودو، العاصمة بتاعها مكان اسمه بودو في شمال مصر. أما مملكة الجنوب فكانت عاصمتها نخل. يبقى بودو في الشمال ونخل في الايه؟ في الجنوب. تعالوا بص بعد كده على مكانها الحالي، يعني بودو دي اللي هي دلوقتي ايه؟ قال إن هي دلوقتي قرب مدينة بسوق محافظة الشرقية، موجودة في مدينة اسمها مدينة بسوق في الشرقية. أما نخل موجودة في مدينة إدفو بأسوان. يبقى أنا عندي أهو بودو مكانها دلوقتي بسوق في الشرقية، نخل مكانها دلوقتي إدفو بأسوان. طيب الشعار بتاع مملكة الشمال، إيه الشعار الرمز اللي كانوا واخدينه على العلم بتاعهم كده هو كان ليهم علم؟ مملكة الشمال كان العلم بتاعها أو التايب بتاعها لونه أحمر، أما مملكة الجنوب كان لونه أبيض. طيب قال الشعار بتاع مملكة الشمال كان نبات البردي، وده نوع من أنواع النبات اللي كان بيتزرع في شمال مصر، وكانوا بيستخدموه في صناعة الورق. طيب أما مملكة الجنوب فهي النبات بتاعها أو الشعار بتاعها كان زهرة وردة اسمها زهرة اللوتس. خلاص يبقى راجع تاني، مصر كان فيها مملكتين لما الاقاليم كلها اجتمعت ايه؟ مع بعض، كونوا مملكتين، مملكه الشمال ومملكه الجنوب. مملكه الشمال عاصمتها بودو، مملكه الجنوب عاصمتها نخل.
مملكة الشمال الشعار بتاع علامات البادي، مملكة الجنوب زهرة اللوتس. مملكة الشمال لون التاج أحمر، مملكة الجنوب أبيض. طيب بعد ما عرفنا الحاجات دي كلها وعرفنا إن مصر بقى فيها مملكتين، إيه اللي حصل بعد ما بقت مصر فيها المملكتين؟ قال لي جت سنة 4242، يبقى سنة 4000 كده احنا اتفقنا اهو. سنة 4242 قبل الميلاد، يعني ايه يا مستر كلمة قبل الميلاد دي؟ معنى كلمة قبل الميلاد أو قافي يعني قبل ميلاد السيد المسيح اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام. خلاص؟ قبل ميلاد السيد المسيح، يعني قبل سيدنا عيسى ما يتولد ب 4242 سنة. إيه اللي حصل؟ قال أنا عندي دلوقتي مملكتين، الشمال والجنوب. مملكة الشمال عملت إيه؟ جهزت جيش قوي. وراحت واخدة الجيش بتاعها وراحت رايحة على مملكة الجنوب. حاربت مملكة الجنوب وكسبتها. وقدرت إن هي تحكم البلد كلها، يبقى بقى اللي بيحكم مصر كلها سنة 4242 مين؟ مملكة الإيه؟ الشمال. ودي تبقى الوحدة الأولى. أول مرة مصر كلها يبقى حاكمها شخص إيه؟ واحد. ماشي سنة كام؟ 4242. مين اللي حكم مين؟ قال مملكة الشمال هي اللي حكمت مملكة الإيه؟ الجنوب. طيب قال لي طب إيه العاصمة بقى بتاعت مملكة الشمال أو بتاعت مصر كلها في الوقت ده؟ في الوحدة الأولى، يبقى في الوحدة الأولى سنة 4242 كانت مدينة أونيليوبليس اللي هي حاليا مدينة عين شمس. هي دي كانت عاصمة مصر لما حصلت الوحدة الأولى، واستطاعت مملكة الشمال من السيطرة على مملكة الإيه؟ الجنوب. ولكن بعد فترة قليلة جدا يا جماعة قدرت مملكة الجنوب إن هي تستقل وتهرب من حكم مملكة الإيه؟ الشمال. ورجعوا مرة تانية مملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الإيه؟ في الجنوب. وفضل الوضع على كده لغاية ما جت سنة 3200 قبل الميلاد. وهنا حصلت الوحدة الثانية. يبقى الوحدة الثانية كانت سنة 3200 قبل الميلاد. المرة دي اللي عملتها مين بقى؟ مملكة ايه؟ الجنوب. قامت مملكة الجنوب بمحاربة مملكة ايه؟ الشمال وسيطرت عليها. قال لي طب مين الملك بقى اللي قدر انه يطلع من مملكة الجنوب ويوحد مصر ايه؟ كلها. قال لي الملك مينا خرج من مدينة تسمى مدينة طيبة اللي هي حاليا الاقصر. يبقى اهو بيقول لك بص بعد عدة محاولات، يعني بعد محاولات كتير جدا قدرت مملكة الشمال من السيطرة على مملكة الجنوب وتوحد البلاد وخدت العاصمة ليها اللي هي مدينة بور. دي يا جماعة الوحدة الايه؟ الأولى. قال لي ولكن سرعان ما انقسمت البلاد مرة أخرى، رجعت البلاد اتقسمت مرة ثانية لمملكة شمال ومملكة ايه؟ جنوب، لغاية ما جه الملك مينا أمير مدينة طيبة اللي هي الأقصر سنة 3200 قبل الميلاد. قدر إنه يعمل إيه؟ يخرج من مملكة الجنوب اللي هي من مدينة طيبة ويروح يحتل مملكة إيه؟ الشمال. فاهم؟ وزي ما اتفقنا إن معنى كلمة قافين يعني قبل ميلاد السيد المسيح. طب نتكلم عن آخر جزئية عندنا بقى في الدرس. أهم أعمال الملك مينا، أو عايز أعرف مين هو الملك مينا أصلا الأول وأهم أعماله. قال بص الملك مينا مؤسس أول أسرة حاكمة لمصر، أول أسرة أول عيلة
تحت مصر هي كانت عائله المان ميرا. خرج طبعا من مدينه طيبه، استطاع ان يوحد الايه؟ البلد سنه 3200 قبل الميلاد. طب لازم يعمل لنفسه عاصمه. عمل لنفسه مدينه اسمها مدينه مانفر. دي العاصمه بتاعته. مانفر. وعاصمه الوحده الاولى كانت اول، عاصمه الوحده الثانيه مانفر. طب اسم مانفر ده صعب قوي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنسميه اسم تاني. هنسميه مان. يبقى مان المنافر دي اللي اتحولت بعد كده الى مدينه ايه؟ مجد. خلاص؟ يبقى انا عندي اهو الوحده الثانيه كانت عاصمتها مدينه ايه؟ مجد. طب قال لي بقى الملك مينا بعد ما عزل الرئيسه عمل ايه؟ لبس تاج عليه لونين عشان ما يزعلش ولا من ملاك الشمال ولا من ملاك الجنوب. عمل تاج بلونين احمر وابيض. فسموه ايه؟ سموه صاحب التاجين عشان لبس تاج عليه لونين. وملك الارضين لانه بقى بيحكم الشمال والجنوب. طيب قال لي كمان انشا مدينه مانفر اللي تحولت بعد كده وبقى اسمها ايه؟ منف. وعمل حوالين المدينه سور ابيض جميل جدا وعالي عشان يحميها. قال لي كمان قدر انه يعمل جيش قوي. ليه عمل جيش قوي؟ عشان يقدر يحمي وحده البلد اللي هو عملها ويحمي مصر. يبقى لما يجي يقول لي اهم اعمال الملك مينا. انشا مدينه مانفر وجعلها عاصمه وسميت بمنف. اثنين كون جيش لحمايه البلاد. لبس التاجين، لقب بصاحب الارضين. طب انا عرفت الحاجات دي كلها منين؟ من اللوحه بتاعته، لان هو سجل الاعمال بتاعته على اللوحه اللي هي لوحه الملك نارمر. اسمها لوحه ايه؟ نارمر. يبقى اللوحه اللي عملها الملك مينا وسجل عليها انتصاراته اسمها لوحه ايه؟ نارمر. وهنا بيجيلي سؤال يقول لي بما تفسر؟ زي ما قلنا بما تفسر يعني ليه او لماذا او ما السبب. كل ده يعني بما ايه؟ تفسر. يقول لي بما تفسر اهم اعمال الملك مينا. يجي يسالني يقول لي هي اهم اعمال الملك مينا. طبعا انا خدت الاعمال بتاعته وقلت ان الملك مينا قدر انه أهم أعمال الملك مينا. اتفقنا إن الملك مينا أصبح ملك الأرضين وصاحب التاجين، بنى مدينة مانفر وجعلها عاصمة ولقبت بمنف. قال لي كمان أسس جيش قوي لحماية البلاد والدفاع عنها. وبكده يبقى إحنا انتهينا من الدرس اللي بيتكلم عن الوحدة بين أقاليم مصر. وإلى اللقاء في درس آخر.